سوف نبدأ الآن مع المحادثة الإنجليزية المهمة جدا حول الكورونا والصحة النفسية. هدفنا من هذا المحاورة هي تعلم المحادثة الإنجليزية ببساطة، تطوير اللفظ الإنجليزي الصحيح، وزيادة المعلومات الطبية، معلومات بسيطة طبية سوف نأخذها في هذا الخبر البسيط، أيضا حفظ أهم المصطلحات الأكاديمية اللي راح تمر علينا، وزيادة الثقة بالنفس. هدفنا أن نكمل هذا الدرس خلال 10 دقائق، والطريقة هي الاستماع للقصة القصيرة أولا، سوف نقرأها بصوت عالي، نستمع لها جيدا ثم نشرح القصة بالتفصيل. والقصة تتكون من 3 أجزاء، حوالي كلها 10 أسطر فقط، كلمات جميلة ومهمة ومثيرة لنا. القراءة سويا أيضا بعد أن ننتهي من قراءتها وشرحها سوف نقرأها أنا وأنت سويا، ونحفظ أهم المصطلحات، وبالأخير اختبار بسيط في 3 أسئلة بسيطة. كما قلنا 10 دقائق هدفنا، الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس، وشارك هذا الفيديو لأصدقائك أيضا عند نهاية الدرس. Coronavirus and Mental Health. فيروس كورونا والصحة العقلية أو النفسية. Coronavirus and Mental Health. المقطع الأول اللي هو بداية الخبر. As coronavirus spreads around the world, there is concern about the problems this is causing for people's mental as well as physical health. Adam and Alice look at the vocabulary in the news around this story. خلينا الآن نشرح معنى هذه العبارات اللي مرت علينا. As coronavirus spreads around the world, كما انتشر فيروس كورونا حول العالم. Coronavirus spreads انتشر around the world حول العالم. Around the world حول العالم. Spreads انتشر around the world. There is concern. هناك there is concern هناك قلق. قلق. About the problems حول المشاكل. This is causing التي تسبب بها. For the people's mental as well as physical health. للصحة العقلية والجسدية أو الصحة النفسية والجسدية للناس. عندنا أسئلة تملكنا. For people's mental as well as physical health. Adam and Alice. Look at the vocabulary. ينظرون إلى المفردات. In the news في الخبر around the story. حول هذا الموضوع. خلينا نبدأ بالمقطع الأول بالقصة. راح نقرأها الآن ثم نشرحها بالتفصيل وبعدها نقرأها معا. More than 8 million people in the UK suffer from anxiety disorders, but the current concerns over the spread of the coronavirus and the restrictions on daily life have left many more people feeling under pressure. خلينا نشرح شنو معنى هذه الكلمات البسيطة اللي مرت علينا. More than أكثر من 8 million 8 ملايين people من الناس in the UK في المملكة المتحدة suffer from يعانون من anxiety disorders من اضطرابات القلق. Anxiety اللي هي القلق. Anxiety احفظ هذا المصطلح بشكل جيد. Anxiety قلق. Disorders اضطرابات. خلنا ناخذ الجملة اللي بعدها. But the current concerns لكن current الحالي concerns المخاوف. Concerns مخاوف. Current concerns مخاوف الحالية over the spread بشأن انتشار of the coronavirus بشأن انتشار coronavirus اللي هو فيروس كورونا and the restriction والقيود المفروضة and the restrictions on القيود المفروضة على daily life الحياة اليومية. ماذا فعلت؟ have left many more people تركت الكثير من الناس. have left many more people كثير من الناس feeling خلتهم يشعرون feeling شعور under pressure بالضغط
بالضغط أو جعلتهم يشعرون تحت الضغط أو بالضغط. إذن خلصنا الآن هذا المقطع الأول، خلينا نقرأه سويا بعد أن شرحناه بالتفصيل. More than 8 million people in the UK suffer from anxiety disorders, but the current concerns over the spread of the coronavirus and the restrictions on daily life have left many more people feeling under pressure. ممتاز. خلينا نأخذ المقطع الثاني من الخبر. Anxiety UK estimates it's seen a rise of between 30 and 35% in the number of calls to its helpline in the last couple of weeks. خلينا نشرح الآن بالتفصيل. Anxiety UK قلق بريطانيا estimates يقدر بأنه it's seen أنه شهد a rise ارتفاع of between 30 and 35% 30 إلى 35% in the number of calls في عدد الاتصالات إلى أين to its helpline لخط المساعدة الخاص به in the last couple of weeks. وهنا عدنا الوقت اللي هو in the last couple of weeks في الأسبوعين الماضيين خلنا نأخذ المقطع الأخير من هذا الدرس. The charity recommends that to reduce anxiety, people talk about their concerns, limit the time they spend listening to the latest developments, and find time to do things that distract them. ممتاز. خلينا نقرأها ونشرحها بالتفصيل أيضا. The charity, المؤسسة الخيرية, recommends توصي that to reduce أن تقلل anxiety من القلق إذا المؤسسات الخيرية توصي بأن تقلل من القلق. People talk about their concerns, الناس يتحدثون عن مخاوفهم. Limit the time, أن تحد من الوقت they spend الذي يصرفونه listening يستمعون to the latest development إلى آخر التطورات. Latest آخر developments التطورات. خلينا نعيدها جملة. Limit the time أن تحد من الوقت they spend الذي يصرفونه spend listening بالاستماع to the latest developments إلى آخر التطورات. والجملة الأخيرة اللي هي تقول and find time وإيجاد وقت and find يجد time and find time to do things أن تفعل أشياء that distract them تصرف انتباههم أو تشغلهم. جيد، بعد أن شرحناها بالتفصيل خلينا نقرأها سويا حتى نتقن ونحسن من لفظنا الصحيح. The charity recommends that to reduce anxiety, people talk about their concerns, limit the time they spend listening to the latest development, and find time to do things that distract them. كلش زين، ممتاز. خلينا ناخذ أهم المصطلحات، وعندنا ثلاث مصطلحات، ناخذ مصطلح ونطلع لي أمثلة اثنين لكل واحد حتى نتعلم كيف نستخدمه. المصطلح الأول anxiety اللي هو معناه a strong feeling of worry شعور قوي بالقلق. A strong قوي feeling شعور of worry بالقلق شعور قوي بالقلق. Anxiety ممتاز. مثاليا علي عندنا anxiety has increased as a result of coronavirus. Anxiety has increased as a result of coronavirus. مثال الثاني charities are offering advice and how to manage anxiety. بإمكانك قراءة الترجمة بالأسفل. راح أعيد اللفظ
الصحيح للجملة الثانية. Charities are offering advice on how to manage anxiety. أما المصطلح الثاني isolation اللي هو معناه the state of being alone، حالة الوحدة، حالة العزلة. isolation اللي هو عزلة. خلنا نأخذ مثالين عليه. People are struggling to entertain themselves while in isolation. People are struggling to entertain themselves while in isolation. بإمكان قراءة المعنى أيضا. Isolation can lead to loneliness. Isolation can lead to loneliness. أما المصطلح الأخير taking a toll. Causing harm over time. Causing يسبب harm ضرر over time بمرور الوقت. Taking a toll خسائر. الأمثلة All the late nights are taking a toll. أما الأمثلة على المصطلح الأخير All the late nights are taking a toll on Adam. He looks exhausted. إذن حاول الآن أن تقرأ الترجمة أيضا. All the late nights are taking a toll on Adam. He looks exhausted. أما المثال الثاني Coronavirus is taking its toll on people's mental health. Coronavirus is taking its toll on people's mental health. ممتاز. أقرأ المعنى أيضا. خلينا ننتقل للاختبار البسيط اللي عندنا اللي هو ما معنى هذه العبارات اللي مرت علينا. عبارات مهمة خلينا نحفظها واكتب لي المعنى لهذه العبارات أسفل هذا الفيديو في التعليق حتى نختبر كم شخص أكمل هذا الدرس إلى الأخير. Mental as well as physical health. Mental as well as physical health. ما معنى هذه الجملة؟ As coronavirus spreads around the world. اكتب لي معنى هذه الجملة أيضا. والسؤال الأخير The last couple of weeks. The last couple of weeks. ما معنى هذه الجملة؟ اكتب جميع الأجوبة في التعليق وأنا بانتظار أجوبتكم. أما الآن انتهينا من هذا الدرس. شكرا لكم على المتابعة. أرجو منكم أن تساعدونا في نشر هذه المعلومات للجميع بطرق مختلفة بوسائل التواصل الاجتماعي، لأننا نضع الكثير من الوقت والجهد لنشر هذه الفائدة للجميع. لذا شاركونا هذه الرسالة في الحياة وهي نشر العلم للجميع، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم ولا تنسوني من صالح دعائكم. إلى اللقاء.